طبعا لديه طبعا خطوط يريد ان يعني نقول يحدث فيها عمليه التحام ما بين بعض المدن في المنطقه الغربيه. كذلك هنالك لازال بعض الانصار وايضا كدعم يصل الى ميليشياته نظرا لصعوبه او وجود صعوبه في وصول الدعم من باتجاه الجفره شويرف الى بني وليد الى ترهونه، اصبحت هنالك صعوبه نظرا للرصد الدائم من قبل قوات الجيش والقوه المسانده. فلذلك هو طبعا يهمه هذه النقطة حتى يستطيع أن يدعم قواته أيضا من خلالها يقطع الطريق ما بين غريان وما بين طرابلس.